ما معنى المؤتفكات؟ وردت كلمة المؤتفكات في القرآن الكريم في قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كما تم ذكر كلمة المؤتفكات في آية الكريمة الآتية: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. ويقصد بالمؤتفكات في الآيتين الكريمتين السابقتين هم قوم لوط عليه السلام، إذ أنهم كذبوا نبيهم وكفروا به وجاءوا بالخطيئة وفعلوا اللواط، فأهلكهم الله تعالى بذنبهم. وأما الإفك في اللغة فهو الكذب العظيم المفترى. فإن قيل أفاك قصد به الرجل الكذاب كثير الكذب فهي صيغة مبالغة. وأما المؤتفكات فتأتي بمعنى الرياح تختلف مهابها فتقلب الأرض، ويقصد بذلك مدائن قوم لوط التي قلبت على أهلها في عقاب لله لهذا القوم.